السلام عليكم. اليوم موضوعنا عن إنشاء مزرعة مصغرة لأسماك الجوبي خارج المنزل. أول شغلة نختار مكان مناسب للأحواض اللي راح نحط بيها الأسماك. أنا اختاريت هالركن من السطح لأن تضربه فقط شمس الشروق، وكنت حاط بيه سطلات حتى أفحص درجة الحرارة شقد أعلى درجة وشقد أدنى درجة. ثاني شغلة بعد ما نظفت المكان غسلته كله. ثالث شغلة جبت الأحواض اللي راح نستخدمها لأسماك الجوبي واللي راح أحط بيها ثلاث أنواع، جبت ثلاث أحواض الهن. هاي الأحواض الثلاثة اللي راح نستخدمها لأسماك الجوبي. رابع شغلة ترست الأحواض اللي راح نستخدمهن وتركتهن. بعد ما ترست الأحواض راح نستخدم النفلات الإسفنجية اللي عدد ثلاثة، راح نستخدم ماطور هواء أبو خطين، ونحتاج تقسيم عدد اثنين من هذا الثلاثي. ونحتاج صندة هواء، نربط الماطور بالكهرباء، راح اربط ذني الصوندة مال هواء بالتقسيم واربطهم بالماطور كلهم. بعد ما حطيت الفلاتة الاسفنجية بالاحواض صار هذا الشكل مالتهن. بعد ما شغلنا الكهرباء عليهن وربطت الصوندة مال هواء بالتقسيم صار هذا الشكل مالتهن. راح استخدم ملح خشن للأحواض، لكل لتر نص غرام، يعني كل 40 لتر راح اضيف له خاشوقة ملح. طبعا الحوض هذا اكثر من 90 لتر هو، بس حاليا تابسه 80 لتر. ضفت لكل حوض خاشوقتين ملح خشن. هاي انواع الجوبي اللي راح نكاثرها ان شاء الله. هذا اول نوع اسمه جوبي روبن. النوع الثاني اللي هو جوبي اذن الفيل ذي الاحمر. النوع الثالث اللي هو هذا الجوبي الابيض. نطوف الأكياس مال الأسماك بالماء على مود تتأقلم الحرارة. أني ضفت نبات للحوض من هذا النوع اللي هو نوعين على الأكثر، نبات خس الماء ونبات سالفينا اسمه. هذا النوع من الجوبي اللي اسمه إذن الفيل، يكون زعانفة الصدرية كبيرة جدا وممكن تكبر أكثر لأن هذا بعده مو كبير بالعمر، وهذا ذكاء ثاني صغير. وهذا شكل الأحواض النهائي بعد ما ضفت النبات والأسماك وشغلنا كل شيء. إن شاء الله بالأيام القادمة ننزل لكم بعض فيديوهات عن الأسماك وش يصير وياهن من تطورات. إن شاء الله نكاثرهن. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة.